أسأل الشرطية بحكي لها أنا يعني الكتاب تاعي على إيش. فبلشت تدور بالملف تاعي تحكي لي أنت ما عليك ولا أي قضية. فأنا يعني مش عارف إني أخاف ولا أضحك ولا كانت لي أنت عليك خطورة من أهلك فجابك المحافظ هون. قصتي بلشت من وأنا عمري 13 سنة وكان عمر أختي برضو 14 سنة. عذاب كتير من أبوي ومرت أبوي كانوا يطلعوا يسكروا علينا الباب يعني ما كانوا معطينا حرية. صار عمري 18 سنة قبل ما يحولوني ودوني وين على المحافظ خيرني بشغلتين اللي هي يا برجع إلى أهلي يا إما يحطني بمركز اللي هو جويدة. وبرضه رفض إنه أنا أروح معه فقال لي ما إلي إلا إني أوديكي على سجن جويدة. أول هيك 3 أشهر كانت عندي كلها يعني خوف وإني مش متحمل. كنت أنا غطي راسي وأظني أبكي أحكي يا الله طب أنا ليش يعني حياتي هيك. يعني تمرمرت مرمطة وشفت شغلات يعني واحد عمره ما شفتها يعني مخلوطة مع بعض. كيف يدب حلن عن الدرج يمسكن الحنفي يكسرنا ويقطعنا دين اللي تخنق الثاني واللي ذبحن بعضهن. كنا شو عايشين يعني لا أكل أكل ولا شرب يعني زي مذلة مذلة يعني غرفة زي كم مسكرة علينا لا الهواء نشوف ولا الشمس الباب 24 ساعة مسكر علينا. كنت أحس يعني لا أنا مجرم ولا إشي يعني ليش قاعدة هاي لا لها فايدة ولا إشي. أقل ما فيها فوتن البنات يشنقون بعضهم بالحمام شي يعمل جيب لك شريطة يمزعن من الحرام وتلاقي الصبح اللي شنقة حالة في الحمام ما حد شوف عينه. كنت أشوف يعني الغرفة اللي كنت قاعد فيها ثنتين شنقن حالة. ليش؟ لأنهن يأسن يعني صارن 4 سنين وأكثر ولا بطلع عن جلسات ولا إشي. قال إحنا خلص الموت أفضل لنا. الحكومة وين دورها؟ شو دورها؟ شو دور الحكومة بهالإشي هذا كله؟ قاعد الواحد لما بقتل أخته أو بقتل بنته أو بدها زي كأنه بقتل دجاجة. قعدت 6 شهور أو 7 شهور وأنا بالمستشفى. بعدين أجت الشرطة وأخذتني أخذوني وحطوني بالسجن. لما دخلت السجن كان عمري 25 سنة فطلعت. لما طلعت منه كان عمري 49 48 هيك شيء. أنا لما فتت حطوني بجريمة قتل بغرف القتل حطوني بغرف المخدرات حطوني بغرف السرقة يعني حطوني بغرف الدعارة. بطلت أدري وين أنا وشو أنا. وبتطلعي منه حياتك راحت شبابك راحت اللي إيش اللي أنت كنت تتمنيه بالدنيا راح. بعد علي سنتين كانت داخل السنة الثالثة فكان هناك محامية فإجت بتحكي لي إنه تعالي نقدر نساعدك إنه تشوف لك واحد مثلا ابن حلال يعني إنه تتجوزيه إنه تطلعي بقى بدل ما تضلك يعني عايشة هون. بعد هيك كم من يوم فإجا هذا الشاب اللي أنا متجوزه إجا يتقدم إنه يعني شافني وشفته وكتب كتاب علي. ونفس اليوم يعني طلعت من هذا
مركز اللي هو سجن جويدة. لو انه لا سمح الله طلبت الطلاق احتمال يعني عندي خيارين، يعني يا اما برجع على سجن جويدة هذا اللي كنت انا فيه، يعني لو لا سمح الله رجعت لاهلي لا راح يقتلوني. وطلعنا والحمد لله، بس يوميتها كانت يعني فرحتي بالطلوع مش مصفة لحدا، بس برضو حزينة. هذا كله بنحط بين أربع حيطان، انحرمنا شم الهواء، انحرمنا الأكل المليح، انحرمنا المطر لو نزلت كيف نمشي تحتيه، انحرمنا شم التراب بالمطر، حرمنا كل شيء كنا مشتهينه.